مولود الدلو، تفتح تنفتح على أسبوع جديد مع وعود جديدة للفلك، مع تواجد كواكب مجتمعة ببرج الحوت، بالبيت الثاني، بيت المال، والشهرة بخليك تنطلق بحرية بإبداع ملموس، وبيوعدك بمغامرة حلوة، مجازفات، اكتشاف أمور جديدة وغريبة، بيحمل لك أخبار إيجابية، بينفتح قدامك الكثير من الفرص حتى تتقدم مهنياً، دراسياً، اجتماعياً. يعني انطلاقك كثير حلوة لهالأسبوع المميز يلي بتكتر فيه الوعود، أسبوع مليان بالتطورات الحلوة، خاصة نهار السبت مع وجود القمر ببرج الميزان يلي بيفتح لك أفاق جديدة، احتمالات جديدة، والخبر الأبرز يلي بيتعلق بسفر، بطموحات وأمور جيدة جدا. لكن ممنوع تحسم أي أمر الأحد والتنين تحت تأثير القمر المواجه لبرجك من برج العقرب، هيدي فترة ترقب، حذر، خيبة، انتظار، ممكن تضطر للقيام ببعض التنازلات أو لتقديم تضحية صغيرة بسبب التحديات، لكن ما تستسلم وما تضعف وما تأجل وما تماطل. بتتبدل الأحوال الفلكية الثلاثة والأربعة مع انتقال القمر للقوس، يومين حلوين فيهم تقدم، بتتقدم فيهم بخطى ثابتة، ازدهار، أوضاع مهمة، رونق، بتتمتع بأعصاب متينة وحيوية ونشاط. هالأمر بيسلط الحظ على فرص مهنية جديدة أو عتبة دراسية أكاديمية جديدة، بتناقش بمهارة، بتفاوض بذكاء، بتنشط الزيارات والاتصالات، وبتكون الحظوظ من نصيبك، حظوظ داعمة. لكن بدك تنتبه، رح تتراجع الحظوظ مع انتقال القمر للجدي. الخميس والجمعة يومين صعبين شوي، بيطرحوا بعض المسائل العائلية والشخصية، بتشعر انه عم بتواجه اوضاع متشابكة، بتكون نتيجة بعض التأخير والمماطلة من كل نوع. هالأمر بخليك مشوش التفكير، ضايع بمتاهات، حاول انك تعود وتكسب الوقت حتى تريح حالك. عاطفياً كمان ممكن تصطدم هالأسبوع بأجواء عاطفية دقيقة تحت تأثير كوكب الزهرة المواجه لبرجك من الثور. هالأمر بخليك تتمرد على الأشخاص يلي بيحاولوا دفعك باتجاه أو باتجاه آخر، أو بخليكوا تعيش بعض الجمود. رح تكون منفعل كتير، مزعوج، متوتر، مستعد للذهاب نحو المجهول، بدك تنتبه. أما العازب ما تنفعل قدام الحبيب، صارحه بعواطفك وشدد على حسن نواياك، وحاول أنك تميز بين الضغوطات المهنية وتحمي علاقتك من التجاذبات والتوترات.